صباح النور من جديد مشاهدينا، وشكرا لكل من انضم إلينا في هذا الوقت. في ظل انتشار فيروس كورونا، لجأ عدد كبير من الشركات حول العالم إلى سياسة العمل من المنزل، إلا أن الكثير من الوظائف الحيوية ما زالت قائمة وتلعب دورا هاما في الدورة الحياتية، ولكن موظفيها يقعون تحت نارين: الدوام من جهة، وحماية أنفسهم وعائلاتهم من جهة أخرى. فكيف يمكن التوفيق بين متطلبات العمل في ظل الضغط النفسي والإجراءات الوقائية؟ الجواب لدى دكتور شكري العياري، الخبير في التنمية البشرية والتدريب القيادي، الذي ينضم إلينا مباشرة من تونس. صباح النور دكتور. يعني في القطاع الطبي والغذائي والإعلام والحكومي نحن لازلنا نعمل، وأنا شاهد على ذلك، دليل على ذلك. كيف يمكن أن يعني نزيد إنتاجيتنا رغم الضغوط وضغوط الخطر والمجازفة في زمن الكورونا؟ أهلا وسهلا طولي، صباح الفل وصباح النور ليك ولكافة الفريق العامل ولكل مشاهدينا الكرام. طبعا اليوم الكورونا يعني شكرا تفرض نفسها كمتغير أساسي في نظام حياة الشعوب والمجتمعات والأفراد بصفة عامة. إنها تطرح نفسها كبديل وكنظام عالمي جديد اليوم حتى على المستوى النفسي بالنسبة للأفراد. لذلك لابد، وهذا طبعا لا يخلو منه طبعا عمل الموظف والعامل في كل الميادين، وخاصة في الميادين التي تقدم خدمات كالأعلام مثل سيادتكم، أو كالطب، أو كالغذاء، أو كالأمن. لهذا هؤلاء الموظفين الحقيقة هم مضطرون إلى العمل في هذه الظروف الصعبة وفي هذه الظروف القاهرة. ولكن لابد هنا مثلا نقول لك المثل، في تونس نحن 12 مليون نسمة، يعني هناك 1.5 مليون فقط هم الذين يغادرون بيوتهم اليوم للعمل من أجل هؤلاء الذين يمكثون في المنزل. هذا يتطلب شيئين مهم: قدرة على التحمل والصبر، ثم قدرة على التكيف مع المستجدات هذه الجديدة علينا، والذي تعتبر مستجدة في العالم، لأن القرية كلها العالم اليوم يعيشون في عالم موبوء تقريبا. فنحن مضطرون إلى التكيف والتأقلم مع هذه العوامل، عسى أن تمر بعد مدة قليلة توني. نعم، كثر ينتظرون مكافآت مالية أو بونسز من إداراتهم، ولكن آخرون قد يعطون معاني إيجابية، حوافز لأنفسهم في العمل الذي يقدمونه. ما الحافز الأهم الذي يجعلنا نستمر في مهننا في هذه الفترة، المادي أم المعنوي برأيك؟ فعلا هنا يتطلب سوق الشغل حقيقة كثير يعني من التحفيز والتعزيز. التحفيز هو مادي، ولكن التعزيز هو معنوي. طبعا نحتاج كنا كموظفين نجازف بأنفسنا ونخرج لنعطي بالمعلومة ونعطي بالتعليم الطبية ونعطي بالخدمات الصحية والأمنية. نستحق يعني في هذه الظروف الغامضة والعسيرة إلى من يكافئنا وإلى من يحفزنا على مزيد البذل ومزيد العطاء، لأنه العمل في هذه الظروف صعب. على المستوى المنطق الخارجي، لبسنا، كيفية التوقي، ماذا نرتدي، كيفية التمشي، كيفية التنفس، كل هذا يمثل بعض العوائق. وعلى المستوى المنطق الخارجي، إنك تعمل في ظروف نفسية يعني صعبة ووراك عائلة ربما قد تنقل إليها. لهذا على المدراء اليوم أن يتفهموا الوضعية جيدا وأن يساهموا في تعزيز القدرات وتعزيز المهارات بالمستجدات دائما الاطلاع عنها، والتحفيز المادي المتواصل حتى تسير مؤسساتهم على أكمل وجه. وهذا أقل ما يمكن أن يقدم اليوم للموظفين والعمال في سائر المعمورة اليوم. نعم، وبالنسبة للحوافز النفسية الإيجابية التي نخلقها لأنفسنا أو لمهننا، يعني المعاني التي نعطيها لمهنتنا التي تتطلب هذا الكم من التكريس، ما أهمية هذا التحفيز النفسي بيننا وبين أنفسنا؟ فعلا هذا ما يسمى توني بالتحفيز الذاتي والتعزيز الشخصي. يعني أول مرحلة من مراحل النجاح
هو اقتناعك بدورك الوطني والإنساني في القيام بهذا العمل، لأنه هذا مهم. أنت اليوم كجندي من جنود الوغاء، أنت اليوم في ساحة الوغاء، بل أنك في الصفوف الأول، في الصفوف الأولى. إذن تعرف أن الجندي معرض دائما لريسك، معرض دائما للمخاطر. صحيح. لهذا من هذا الأساس، وأنت تحمي البلاد وأنت تحمي الوطن وأنت تحمي العائلة، ستكون في الصف الأول. لهذا أول شيء قناعتك. اثنين، قدراتك النفسية ومناعتك المعنوية، لابد أن تكون معنويات مرتفعة، أنه تقول هذا مفصل تاريخي سيشهده التاريخ، أنا سأقوم بعمل سيذكر نهار آخر أولادي وأحفادي، أنا قاعد لن أقوم بوظيفة من أجل مرتب أو من أجل علاوة، ولكن أقوم وظيفة من أجل الوجود الإنساني، من أجل الحقيقة الكبرى وهي الوجودنا يعني، وقدرتنا على التواصل في ضوء هذا الوباء الخطير والذي يهدد اليوم كل البشرية. لا سيما وأننا نعرف عديد الشركات الأمريكية والبريطانية وحتى الإيطالية قد صرحت جميعا، قد صرحت آلاف من الموظفين. لهذا الموظف أيضا لابد أن يحافظ على مؤسسته بقناعته الذاتية وبقدرته التنافسية وبتحمله وصبره على هذه المعاناة التي لن تزيد إلا في نحت شخصية قادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها. والموظف غير القادر على إعطاء هذا التعزيز الذاتي أو هذا المعنى الوجودي كما أسميته لمهنته في هذه الفترة، هل هذه إشارة إلى أنه يعمل أو مكرس نفسه في المهنة غير المناسبة له وقد يعيد حساباته لتغييرها بعد الكورونا؟ فعلا توني هي فرصة الحقيقة لإعادة مراجعة علاقتنا بخدمتنا بعملنا وشغلنا، لأنه نعرف أنه 75% من الذين يشتغلون في مهن هم لا يريدون ولا يحبون، إنما يشتغلون للضرورة ومن أجل المرتب ومن أجل المرتب الشهري فقط. لهذا هي فرصة لإعادة نظر. ولكن أهم شيء بالنسبة للعامل اليوم هو عامل الضغط النفسي، لأن الضغط النفسي تولي ممكن أن يأتي لشخصين، ولكن واحد يستجيب له استجابة الفزع والجزع والهلع، وواحد يستجيب استجابة سلام داخلي ويحاول أن يرضي بتحفيز الذاتي، يعني يحاول أن يشتغل على ذاته وأن يقوي مهاراته في التحمل وفي الصبر وأن يتجاوز هذه لأنه نحن كنا اليوم في هذا المفصل التاريخي 7 مليارات اليوم على كوكب الأرض، غير نين وغير بعيدين عن الضغوطات النفسية والعصبية في ظل هذا الوباء القاهر، ولكن لكل منا استجابته الخاصة. هذا ما يغير فينا هو نوعية إدراكك، لا بيرسيبسيون، كيف ترى الأمور، ما هي النظارات التي تحملها، هل هي سوداء أم وردية. إذا لابد هنا أن نتكيف مع الوضع وأن نحاول أن ننمي من قدرتنا على استيعاب هذه الضغوطات النفسية بكثير من السلام الداخلي، وهذا تدريب حقيقي يومي لابد أن نشتغل عليه في ظل هذه الظروف حتى وإن كنا في هذه الظروف. نعم، وفي إطار التدريب على مواجهة الضغوط، إلى أي مدى الراحة ضرورية؟ إلى أي مدى من المهم أن نجد وقتا للراحة رغم العمل وضغط العمل أو بسبب العمل وضغط العمل؟ فعلا توني هو نحن نعيش كجنود، إذن الجنود لابد له من استراحة المحارب. صحيح. استراحة المحارب هذه الاستراحة حتى يأخذ أنفاسه من جديد، إذن ضروري بل أساسي أنه لابد الموظف أن يأخذ راحة، وهذا لابد على مدراء العمل أن يعيدوا تعديل وتقسيم التوقيت بين منظوريهم حتى يمكنوا من أعطاء الموظف فرصة لكي يسترد أنفاسه الحقيقية حتى يواصل هذه التعبئة الحقيقية من أجل إنقاذ البشرية، لأنه الراحة تقلص من الضغط النفسي ثم تزيد من الإنتاجية التي تقلصت في خلال هذه المدة. لهذا هي تقوي المناعة وتزيد في القدرات الذهنية وتصفي الذهن
وتعطي تحفيز معنوي كبير حتى وجود الموظف قرب عائلته وقرب أسرته، والابتعاد تجنب الاختلاط هذا أيضا من شأنه أنه يولد نوع من الطمأنينة والاطمئنان. وفي انتظار ذلك توني يمكن للموظف اليوم أن يسرح بخياله حتى وهو في مكتبه قليلا بعيدا لمدة 3 دقائق، وأن يستشعر شيء جميل على الأقل في خياله حتى يتمكن من تهدئة روعه الداخلي وهذا الظمأ إلى الخروج وإلى الانطلاق وإلى الانبثاق من عرين الوباء إلى متعة الصفاء. يعني يا زميل أمين، وأنا منذ بعض الوقت سرحنا في خيالنا وذهبنا إلى تنزانيا وسانتوريني وربما تونس بعد الكورونا إن شاء الله. يعني سؤالنا الأخير، أبرز وسائل الراحة التي تقترحها دكتور شكري رغم القيود الموجودة في فترة الكورونا؟ هو المثل يقول معناه دربني تحت، لا تعلمني الرقص خارج المطر، وإنما تدرب على الرقص، لا تنتظر مرور العاصفة ولكن تدرب على الرقص تحت المطر. حلو. في مثل هذه المحن يا توني وأمين وكل الفريق وكل مشاهدين، يعني لابد أن نتدرب كيف نواجه مخاوفنا. أول شيء أن نتقي، لأنه أول عدو لنا هو الهواجس المرضية والمخاوف المتزايدة. في الحقيقة الأمر لابد أن نأخذ باب الاحتياطات، ولكن أن نضاعف من حدة المخاوف، فهذا يؤثر على استمتاعنا بالحياة وعلى قدرتنا على أنه نعيش في سلام داخلي وفي طمأنينة وفي يقين دائم. لهذا الاشتغال على الذات، تطوير المهارات، المحاذير والاتقاء ضروري، ثم محاولة الاستشعار أشياء جميلة والتخيل دائما. أول ميكانيزم تاع العقل الباطن هو التخيل، الإيماجيناسيون، أن تتخيل أنه هذا فترة وماشية، أنه غدا سنكون في البحر، سنكون في النزول، سنكون في عوالم أخرى، سنجوب البلدان. هذا أيضا من شأنه أن يقوي معناتنا الذهنية والنفسية، وأن يصفي المناخ العمل، وأن يزيد من الدافعية القصوى حتى نتمكن من إنتاجية عالية في ظل هذه الظروف القاهرة. حلو كتير، صح كلامك، هيك هكذا يقال بالخليجي دكتور شكري العياري. يعني إيجابيتك ضرورية لجهاز مناعة مشاهدينا. نذكر بأنك الخبير في التنمية البشرية والتدريب القيادي، كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا لك. شكرا.